هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام فأكثروا، قال فأكثر علي من الصلاة فيه دون عدد، أكثر دون عدد. أما ما ورد من حديث من صلى علي في يوم، وفي رواية، في رواية هذا الكذاب قال وفي رواية يوم الجمعة من صلى علي 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، فكذلك هو حديث ضعيف جدا إن لم يكن مكذوبا عليه عليه الصلاة والسلام.